السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا الكرام. معكم يوسف من قناة التركي للسيارات. طبعا اليوم حنا في معرض التركي للسيارات، حبينا نغطي لكم تغطية فريدة من نوعها للصانعة اليابانية والصانعة الصينية تويوتا يارس وام جي 5. لكن قبل ما نبدأ بهذه التغطية نحب ننوه لحاجتين. الأولى، لا تنسون دعمنا بالقناة والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات. والحاجة الثانية، راح نتكلم عن معرض التركي بشكل سريع. طبعا موقع المعرض مكة المكرمة طريق السير شارع الملك فيصل بالتحديد بالمعاصم. أما بالنسبة لطرق البيع والشراء في معرض التركي للسيارات فمتنوعة، بالنقد أو التأجير أو التكسير. بالنسبة للنقد اللي هو الكاش، أما بالنسبة للتأجير المتهي بالتمليك أو التكسير عن طريق البنوك والشركات. البعض يسأل وش البنوك والشركات المعتمدة في معرض التركي للسيارات؟ بداية بنك الراجح وبنك البلاد بالإضافة لبنك الأهلي. أما بالنسبة للشركات فشركة تاجر وشركة إيجار بالإضافة لشركة الجاسرية وشركة متاجرة، لا ننسى بعد شركة التيسير واليسر وشركة الجبر للتمويل، وبالأخير شركة عبد اللطيف جميلة المتحدة. طبعا أنت كعميل لك الاختيار الأول والأخير اختيار البنوك والشركات، لا ننسى حسب الشروط والأحكام في البنوك والشركات. بداية طبعا بالنسبة لسيارات ام جي راح نتكلم عن فئة الستاندر، ناخذ المواصفات من فئة الستاندر. بالنسبة للضمان والسعر راح ناخذه من ام جي 5 الفئة الفل كامل. اما بالنسبة للمواصفات فناخذ من ام جي الستاندر، لان المواصفات اللي اليوم موجودة معنا في تويوتا موجودة معنا مواصفات ستاندر أريتمتيك، بلا صح مواصفات اللي هي أعلى من الستاندر، لأن في تويوتا يارس جاي مواصفات الستاندر غير عادي، واللي أعلى منها بالتحديد أريتمتيك. فما في إنصاف لو قارنا ما بين تويوتا يارس فيت الستاندر أو فيت الفل كامل وام جي فيت الفل كامل، لأن وجه مقارنة أبد ما في. ام جي 5 جاي مواصفاتها كثيرة، فتحة وشاشة وجنوط وحساسات وتبريد تصميم بالمراتب وأربع كاميرات في رؤية 360 درجة، فما في مقارنة لو قارناها بتويوتا يارس. فحبينا ناخذ السعر لأنه السعر تقريبا متقارب ما بين فئة الستاندر والفل كامل، وناخذ الضمان بعد. بالنسبة لضمان تويوتا، ضمان تويوتا 3 سنوات أو 100,000. بالنسبة لضمان شركة ام جي بشكل عام 6 سنوات أو 200,000 كيلو. طبعا الضمان يتمدد على حسب الصيانة والتغيير الزيوت، يتمدد معك. طبعا سعر ام جي فل كامل 51,000، سعر تويوتا يارس فئة الأريتمتيك اليوم ب 51,000. أما بالنسبة لام جي 5 الستاندر سعره ب 41,000 ريال. انتهينا من شرح الضمان وتكلمنا عن السعر. نبدأ بالمواصفات. طبعا راح تكون مقارنة ما بين الستاندر في المواصفات. بداية المحرك، طبعا المحرك في تويوتا يارس جاي 1500 سي سي دفع امامي 4 اسطوانات، بالنسبة للاحصنة تقريبا 120 حصان. نفس المواصفات في ام جي 5 نفس التفاصيل، 4 اسطوانات دفع امامي 1500 سي سي، الاحصنة تقريبا 120 حصان، ما في اي اختلاف بالنسبة للمواصفات. اما على صعيد المواصفات الخارجية فهذا شكل يارس وهذا شكل ام جي 5. طبعا في نهايه الحلقه ودي اعرف تعليقات المشرف تويوتا يارس او ام جي 5 على صعيد المواصفات بالنسبه للستاندر بالنسبه للستاندر ام جي وتويوتا يارس. طبعا مواصفاتها الخارجيه الاضاءه هيلوجين العالي والواطي، في ام جي 5 جاي عدسات، لكن في تويوتا يارس للاسف
بدون عدسات. بالنسبة لمواصفاتها الخارجية، الجنوب حديد في ام جي 5 بعد تويوتا ياريس، المراية الجانبية فيها فليشرات، لكن تويوتا ياريس بلون فليشرات، مقابض بلون السيارة. طبعا هنا تميز لتويوتا ياريس، اربع حساسات خلفية، ام جي 5 بدون اي حساس خلفي. هذه الخلفية، طبعا الاضاءة الخلفية في الام جي جاية كأنها ليد على عكس تويوتا ياريس. هذه مواصفاتها بشكل عام. فنتكلم على صعيد المواصفات الداخلية، وش اللي نختار أول؟ نبدأ في تويوتا ياريس. تويوتا ياريس بداية النوافذ ومرايات كهربائية، النوافذ مرايات كهربائية والقفل المركزي والتحكم بالمرايات الجانبية كهربائية بعد. عداد رحلات، المكيف يدوي، الجير تبترونيك، طبعا CVT. الجير في MG5 بعد CVT. نسينا نعرض لكم بطاقة القود، خلونا نعرض لكم آخر شيء. إضاءة السقف عادية، شماسات بمرايات، ريموت كنترول، حاملات أكواب اثنين، مدخل 12 فولت، طبعا أجزاء كثيرة من تويوتا ياريس جاية بلاستيك، لكن خلونا نشوف ام جي 5. طبعا اغلب الاجزاء في تويوتا ياريس بلاستيك. المقصورة خلفية على السريع كذا، هذه عدد المكبرات، اربع مكبرات صوت بدون فتحات تكييف، بدون تكاية خلفية. المقصورة الخلفية معروفة تويوتا ياريس كيف حجمها. طبعا تويوتا ياريس معروفة انها واسعة في الخلف او واسعة الداخلية بشكل عام. ونستقل معكم لـ MG5. طبعا قبل ما نعرض لكم الداخلية في MG5، خلونا نتكلم عن بطاقة الوقود. 19 كيلو في كل لتر بنزين، 19 كيلو فاصلة 5، تقييم ممتاز بلاس بنزين 91. الجير CVT 1500 سي سي. نشوف تقييم استهلاك القود في تويوتا ياريس. كل لتر بنزين مشيك 20 كيلو، الجير CVT محرك 1500 سي سي البنزين 91، التقييم ممتاز بلاس، تقريبا فرق 500 متر. التفوق لتويوتا ياريس من ناحية استهلاك الوقود، لكن بالنسبة لمواصفاتها الخارجية، طبعا مثل ما ذكرنا، مثل ما قلنا، بعض المواصفات تتميز فيها تويوتا ياريس، بعض المواصفات تتميز فيها ام جي 5. بالنسبة لمواصفاتها الداخلية، طبعا
بدون تحكم بالدركسان، يعني ما فيها لا أوامر صوتية ولا بلوتو. طبعا قفلة مركزية، نوافذ كهربائية، مرايات كهربائية، تحكم بالإضاءة، المكيف لمس. الجير سيفتي، حاملات اقواب 2. طبعا اجزاء كثيره في بن في سياره ام جي جايه جلد، على عكس تويوتا جايه بلاستيك. فرق السعر ما بين ستاندر في ام جي 5 والستاندر في تويوتا تياريس 10,000 ريال، لان هذه سعرها 41 وتويوتا تياريس سعره 51، فرق السعر تقريبا 10,000. وفرق المواصفات، طبعا ام جي 5 جايب مثبت السرعة، هذه المقصورة الخلفية ما شاء الله واسعة ورحبة، نفس اليارس. نتكلم عن نيسان صني بشكل سريع. طبعا المعذرة، بعد نيسان صني من نفس فئات اليارس، فنتكلم عنها بشكل سريع. نفس المحرك، نفس الأحصنة، لكن الاختلاف هنا طبعا في نيسان صني جيرت جاي تقريبا ما خاب ظني 4 سرعات أو 6 سرعات. تقييم استهلاك الوقود فيها 16.8 كيلو لكل لتر بنزين، التقييم ممتاز، بنزينها 91. تتميز نيسان صني عن تويوتا يارس وعن ام جي 5، طبعا فيها تحكم بالدركسون وفيها جناح خلفي، لكن الحاجة الوحيدة اللي طبعا جاية مقابضها كروم بشكل كامل. الحاجة الوحيدة السيئة في نيسان صني فئة الاس او النص فل، جاية المراتب الخلفية او النوافذ الخلفية يدوية. للأسف المفتاح مو موجود معي، فتكلمنا عن تفاصيلها بشكل سريع، لكن محور حديثنا كان عن MG5 وتويوتا يارس. تكلمنا عن الضمان تفوق فيه لـ MG5، لشركة MG بشكل عام 6 سنوات أو 200,000، على عكس تويوتا 3 سنوات أو 100,000. بالنسبة لمواصفاتها الخارجية، فمثل ما ذكرنا الشمعات جاية في MG5 عدسات على عكس تويوتا. بالنسبة للحساسات، ف MG5 جاية حساسات بدون حساسات خلفية، أما تويوتا يارس جاية حساسات خلفية، لكن من باقي المواصفات نفسها ما فيها أي اختلاف. بالنسبة لمواصفاتها الداخلية، ف تويوتا يارس جاية أغلب الأجزاء في تويوتا يارس جاية بلاستيك، على عكس تويوتا المعذرة، أغلب الأجزاء في تويوتا يارس جاية بلاستيك، على عكس إم جي 5 جاية جلد. طبعاً إم جي 5 تتميز بمثبت السرعة عن تويوتا يارس. فلك الحقية مشاهد، وش تختار، إم جي 5 أو تويوتا يارس؟ السيارتين مواصفاتها متقاربة وأسعارها، طبعا نقطة الأسعار فتفوق للجي 5 ما في أي مقارنة، 10,000 ريال الفرق. أنا ما أمدح في ام جي 5، لكن الصراحة شركة ام جي معطية تقريبا مميزات كثيرة من ناحية الضمان، من ناحية السعر ما أخذوا مميزات كثيرة، لكن برضو تويوتا يارس سيارة قديمة
وإذا نزلت السوق أو إذا فكرت تبيعها تجيب لك سعر وتنباع بشكل أسرع من المتوقع. يعني ما قد عرضت تيارس وجلست عندي يومين أو 3 أيام، عليها إقبالية بشكل كبير حتى يوم جي فايت. أذكر مرة أخذت من الطايف سيارة مستخدمة، فتقريبا ما جلست عندي فترة طويلة، أخذها واحد هنا في مكة بشكل أسرع من ما توقعت. يعني ما جلست عندي تقريبا أكثر من 3-4 أيام، توقعت إنها راح تقعد عندي فترة، فأشتراها واحد بشكل سريع، فعليها إقبالية بعد حتى سيارة MG 5 الصغيرة. مثل ما ذكرت أغلب التفاصيل، أعذروني إذا نسيت أنطق أو أقول بعض المواصفات، إذا نسيت أذكروها لنا في التعليقات. لا تنسون دعمنا بالقناة والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات، وأسف على الإطالة، في أمان الله.